I take this opportunity to thank أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر للرئيس السيسي الرئيس الاتحاد الإفريقي المنتهيت ولايته، وأعتقد أن من أولى مهامي هو أن أطلب من سيريل رامافوزا ليقدم كلمته. فخامة الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الافريقي المنتهي ولايته، فخامة السادة رؤساء دول الحكومات، معالي موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، معالي السيد أنطونيو غوتيريس الامين العام للامم المتحدة، دولة محمد الشطية الوزير الأول لدولة فلسطين ممثلا للرئيس محمود عباس، أصحاب الفخامة السادة رؤساء والدول والحكومة السابقين، السادة رؤساء أجهزة الاتحاد الإفريقي، السادة رؤساء المجموعة الإقليمية الاقتصادية، السادة المفوضين مفوضي الاتحاد الافريقي، سيدتي سادتي الضيوف الكرام، اخوتي الافارقه، انه بكثير من التواضع ان اقبل بهذا الشرف العظيم الذي وضع في جنوب افريقيا لرئاسه هذه القاره باسم الشعب افريقيا، باسم نساء ورجال جنوب افريقيا، اعلن عن قبول قراركم الجماعي الذي جعل مني رئيسا للاتحاد الافريقي لسنه 2020. إنني بأداء هذه المهمة الكبيرة سأعتمد على دعمكم وحكمتكم وتعاونكم، وأعتمد خاصة على حكمة الأعضاء الجدد في هيئة المكتب. أشكر مضيفنا حاصل على جائزة نوبل رئيس الوزراء أبي أحمد، وحكومتي وشعبي جمهورية إثيوبيا الفيدرالية على حسن الضيافة الذي حظيت بها وكذا وفدي منذ وصولنا هنا إلى أديس أبيبا. أود أن أشكر أيضا أخي صديق أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطريقة المتميزة والقابلة للإشادة بالطريقة التي ترأس بها اتحادنا. أقول لهم شكرا 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 على العمل الشاق الذي قمتم به. إن جنوب أفريقيا كانت أو ترأست الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى بعد إعادة إطلاق المنظمة في جنوب أفريقيا سنة 2002 مع الرئيس تابو مبيكي الذي كان حينها رئيس الاتحاد الأفريقي. إنه بتواضع كبير نحن نقبل هذا الثقل، هذا الحمل الذي سلمته لنا أصحاب الفخامة. إننا واعين بثقل المهمة التي هي تنتظرنا، كذلك واعين بثقل التاريخ هنا في إثيوبيا، وهو مكان مرتبط بشكل مباشر بماضي إفريقيا. ففي مرتفعات شمال إثيوبيا في القرن الأول فإن آباءنا قد تحكموا في الأرض وقاموا بإنشاء الزراعة وتربية المواشي وصكوا أموالهم وخلقوا أبجديتهم
وبنوا أشياء لازالت صامدة أمامنا وقد فتحوا طرقا تجارية عبر هذه المنطقة. حينها أبائنا المؤسسين كانوا فهموا بأن التقدم الحقيقي والتنمية لا يمكن أن يتم إلا من خلال التعاون. اليوم ها نحن في وقت حاسم على طريق تكامل القارة منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. إن منطقة التجارة الحرة التي اعتمدناها في السنة الماضية ستسمح لنا بالتعاون من خلال التجارة البينية الإفريقية، وستسمح بإعادة تطوير تصنيع إفريقيا لكي تلعب القارة الدور الذي يعود إليها كطرف هام. إن إنجاز حلم أبائنا المؤسسين بأن يروا الموارد الثرية لإفريقيا يتم استغلالها من أجل المصلحة الجماعية لكل الأفارقة. نعم، بطبيعة الحال نحن قارة ثرية، إفريقيا ثرية بالموارد الطبيعية صحيح، ولكن أيضا من خلال تاريخها، من خلال قدراتها الثقافية وحسها الإنساني ورأسمالها البشري. كأفارقة في هذا العهد الجديد لدينا مسؤولية كبيرة. من مسؤولياتنا أن نتأكد من أن مواردنا وثروتنا لن تصبح فقر، وأن النعمة لن تصبح نقمة، وأن مواردنا لن تكون سببا في سقوطنا. من واجبنا أن نبني إفريقيا تتمتع بالرفاهية، وإفريقيا مسالمة مع نفسها، إفريقيا قادرة على إنجاز طموحات وتطلعات التي رسمتها أو رسم هذا الجمع الموقر في إطار أجندة 2063. إفريقيا مترابطة من خلال شبكة واسعة من الطرقات ومن سكك الحديد السماح بالتنقل الحر للبضائع والخدمات. إفريقيا التي ينبغي أن تؤكد أراضيها دعم الفلاحة و ظروف حياة أحسن من خلال استغلال الأمثل للموارد من أجل إنارة الريف وتغذية مؤسساتنا. وكرؤساء كرئيس للاتحاد الإفريقي وضعنا أهدافا رئيسية، وهي تعزيز التقدم الذي أحرز في إطار عقد عمل عشرية عمل إفريقيا. سنقوم معا بالعمل من أجل وحدة أكبر أقوى حول المبادئ الأساسية التي حددها آباؤنا المؤسسون، من أجل أن نضمن النمو الاقتصادي والتنمية التي تنادي بها القارة. من واجبنا أن نضمن الوحدة والحوكمة الرشيدة والسلم من خلال دعم التكامل والتصنيع والتنمية الاقتصادية والاستثمارات. في إطار السعي إلى تحقيق هذه الأهداف، ننوي عقد اجتماع استثنائي حول منطقة التجارة الحرة بالتوازي مع قمة استثنائية حول إسكات البنادق في مايو 2020. سأعود إلى هذه المبادرة، وهي إسكات صوت البنادق، بالعمل مع بشكل وثيق مع الرئيس محمد يوسفو من نيجر بصفته رائد ولقائد المنطقة التبادل الحر. سنعمل على استكمال المسائل العالقة في هذا الاتفاق، وينبغي علينا أن نتأكد من أن منطقة التبادل الحر لن تصبح مكانا أو سوقا لمنتجات
تفتح للجميع دون أن نعطي قيمة لمنتجاتنا وأن تكون هناك إضافة إفريقية لمنتجاتنا. ينبغي علينا أن نضع معايير دنيا تحدد المنتجات التي تفتخر بها إفريقيا وتكون منتجات إفريقية حقيقية. ينبغي علينا أن نخلق شروطا منصفة لكل المؤسسات الإفريقية الذين هم سيكون الأطراف الفاعلين في هذه السوق الواسعة، وهذا بهدف إضفاء التوازن على التجارة العالمية. إن عهد الاستعمار والإمبريالية ولع، إن نجاح منطقة التجارة الحرة يتوقف على تطوير البنى التحتية. يتعين علينا جميعا أن نعمل من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية للبنى التحتية لكي تكون المشاريع ذات الأولوية كدافع لهذه المنطقة، منطقة التجارة الحرة. وأبعد من هذا التكامل التجاري، ينبغي علينا أن نؤيد وندعم النمو الأخضر في القارة، وأن نتأكد من أن القارة تستغل كل الفرص التي تطرح أمامها من خلال الانتقال الأخضر، وليس في إطار الطاقة والفلاحة المستدامة والإنتاج النظيف. إن كذلك التحوير الصناعي هو فرصة جيدة، أو الثورة الصناعية الرابعة هي فرصة هائلة لقارتنا، ومن خلال كذلك نمو شامل. ملايين من الشباب ولدوا في إطار هذه العولمة واكتسبوا كثير من المهارات لكي تتقدم إفريقيا إلى المستقبل. تعين علينا من أجل هذا أن ننشئ منتدى حول الذكاء الاصطناعي، وأن نشرك إفريقيي المهجر أصحاب الفخامة. هذه السنة سنصل إلى العشرية المخصصة للمرأة الإفريقية، ويتعين علينا أن نتقدم بالشمول وإدماج المرأة أو الاقتصاد المرأة. ينبغي علينا كذلك أن نعالج آفة عدم المساواة بين المرأة والرجل. سنكرس جهودنا لكي نضمن أن يكون هناك احترام المساواة بين الرجال والنساء. لقد استمعنا إلى نداء أبناء وبنات إفريقيا الذين يريدون أن يتحرروا من كل هذه العنف والعنف الاقتصادي. نحن نذكر بالكاتبة المصرية نوال السعداوي الذي قالت بأن النساء تمثلن نصف المجتمع. لا يمكنكم أن تحققوا ثورة دون النساء. لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دون المرأة. نحن ننوي العمل بشكل وثيق مع الرئيس أكوفو أدو من غانا للدفاع عن مصالح المرأة، ونأمل أن من عشرية 2020-2030 تعنك العشرية لإدماج المرأة الإفريقية ماليا واقتصاديا. أعتقد أن عمل المنظمة باو للمرأة التي أنشئت في 1962 سنة بعد إنشاء منظمة الاتحاد الإفريقية أو قبل بعد الاتحاد الإفريقية لترقية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، هذه المنظمة ينبغي تعزيزها وتقويتها للسماح لها بأن تلعب دور المناط بها.
يتعين علينا أن نجد السبل والوسائل العملية والمستدامة لإعطاء الإمكانية للمرأة وأن نبتعد عن الكليشيهات وعن الصور النمطية بأن نضعهم في المقدمة من أجل وسائل الإعلام. الأسواق الخاصة والعامة تشكل فرصة كبيرة لأنها تمثل حوالي 30% من الدخل الناتج القومي لبلداننا. أجندة 2063 يدعو إلى تخصيص على الأقل 25% من التخصيص المخصصات العمومية للأعمال التي تقوم بها النساء، علما بأن النساء لا تتمتع إلا ب1% من هذه المخصصات. ينبغي أن نغير هذا الوضع. ينبغي كذلك أن نرافع من أجل التشريع التفاضلي بالنسبة للمخصصات العمومية للمؤسسات التي تمتلكها النساء، وكذلك من خلال نظام التجارة وجمارك تفضيلي، وأن نمكن النساء القارة. إن تمثيل النساء في صنع القرار في الحكومات والبرلمانات والقطاعات الأخرى لا زالت ضعيفة على القارة. إن نساء القارة تريدنا وتطالبنا باحتلال المكان التي تعود إليهن في عملية صنع القرار، وهي تستحق على الأقل 50% من التمثيل. من أولئك الذين سمحوا بمشاركة أوسع للنساء في أخذ القرار في صنع القرار يمكن أن يشهدوا بالتقدم الذي أحرزوه بسبب هذه أو بفضل هذه المبادرات من خلال قدرة النساء على العمل. نساء قراراتنا تريدنا أن تلعب دورا أهم في تنمية القارة، فلا ينبغي أن نمنعهن من ذلك. سنقوم بدعم أجندة حكم الرشيد والديمقراطية بالاعتماد على العمل الجيد الذي قامت به آلية المراجعة المتبادلة. لدينا اليوم 30 دولة عضو انضمت إلى هذه الآلية. نعمل مع هذه الدول الأطراف لحث الدول التي لم تقم بذلك لكي يقوموا بذلك قبل 2030. كما سنعتمد عليكم كذلك لترقية السلم والأمن من خلال عمل الجماعي لإسكات البنادق. سنعمل كذلك من خلال مجلس السلم والأمن وفوز الاتحاد الأفريقي والعضوية الجماعية. سنركز كذلك على جهودنا لحل النزاعات، وفي هذا الصدد سنعمل مع رئيس دينيس ساسون نغيسو بصفته رئيس اللجنة رافعة المستوى حول ليبيا لعقد اجتماع أو مؤتمر بين ليبي لترقية وقف إطلاق النار والحوار. سنستمر في العمل مع الأطراف في جنوب السودان بهدف تنفيذ المسائل العالقة للاتفاق المنعش من أجل تمهيد الطريق من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. جنوب أفريقيا ستعمل كذلك أو ستستضيف المؤتمر استثنائي لإسكات البنادق في مايو 2020 للنظر في كيفية تنفيذ الخريطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي، وفي نفس الوقت الاستجابة الظروف الطارئة حول أو في المجال السلم والأمن في أفريقيا. سنقوم بمناصرة أفريقيا أو جعل أفريقيا
لاعبا قويا ومقاوما وذا تأثير على الساحة الدولية ومن خلال تعاون بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة الذي يعتبر من أهم هذه المفاتيح. سنعمل كذلك على أن افريقيا تستمر في لعب دور أكبر على الساحة الدولية. من المهم كذلك أن في هذا الوقت أن افريقيا تستمر في التأكيد على ضرورة أو أولوية العمل متعدد الأطراف في الشؤون الدولية. سنعمل في هذا الخصوص على تعزيز علاقتنا مع علاقة الاتحاد الأفريقي مع الأمم المتحدة. لعب إفريقيا دورها في المغرب. نستمر في تحقيق هذا الهدف. كذلك نعتمد على التعاون الدولي ونعمل جميعنا، ولهذا فإن الاتحاد الافريقي ينبغي عليه أن يستمر في جهود وأن يفكر في كل أولئك الذين لازالوا يعانون في من نير الاضطهاد في العالم. نجدد دعمنا الثابت لفلسطين لدولة مستقلة، وكذلك الصحراء الغربية وكل الدول. لقد استمعت لما قيل فيما يخص فلسطين وقرأت الوثائق حول هذا الجزء من العالم، وهذا يذكرني بتاريخ إفريقيا. Without consultation with them and with the, all the oppressive elements that they had. As I listened to the Arab League and as I listened to our colleagues from Palestine, it sounds like جميع الدول العربية وممثل فلسطين اليوم كان لدي انطباع بأن هذه الخطة ليس نتيجة مشاورات مع كل الأطراف المعنية لا سيما الفلسطينيين. We must ensure that our independence and freedom as the ينبغي علينا أن نتأكد من أن الاستقلال والحرية يكون عالمي، كما قالهم أحد المغنيين المشهورين جوناس كونغا، إن الحرية للبعض هي حرية، هي ليست حرية لأي شخص. يتعين علينا أن نعزز التعاون الدولي بالنسبة للمسائل، مسائل التغير المناخ، وكرئيس لكاوسك فإن جنوب أفريقيا ستضع أولوية ل كل الأهداف الثلاثة العالمية في اتفاقية باريس. أود أن أقول أن اتحادنا هو شهادة على قوة ووحدة الوحدة السياسية. ينبغي أن نستأنف السير نحو التكامل الاقتصادي والتقدم والنمو والرفاهية المشتركة. إن قارتنا في السير، إنها إعادة ولادة، كما قال ذلك بيكسل إيساكا الثائر الجنوب أفريقي. قال ينبغي أن نبني أفريقيا التي نريدها، ينبغي أن نسكت البنادق، ينبغي أن تكون بنادقنا بنادق تقدم. إننا نلتزم ابتداء من هذا اليوم للقيام بأعمال ستسمح بمصير قارتنا. إذا ما تجندنا جميعا وجندنا شعوبنا وإن دعمناها، فأنا على يقين ب
بأن اتحادنا سيصبح اتحادا مفيدا وذا تأثير. وأنا أقتبس من كلمات المغني كلمي، اليوم هو تدل أن غدا سنحصد ما زرعناه اليوم. بفضل دوركم القيادي فقد زرعتم الأمل الإفريقي. كل شعوب تنتظرنا لترى ما سنقوم بها من أجل تعزيز التكامل قارتنا من خلال تمكين المرأة ومن خلال إسكات صوت البنادق. إن شعوبنا تنتظر هذا الحصاد. ماضينا جيد، وكذلك سيكون مستقبلنا. شكرا على كرم إصغائكم.